اهلا وسهلا فيكم من جديد، مرحب فيكم بيوم جديد. بتعرفوا زي ما حكينا قبل شوي عن قمر الحراثين او قمر الحصادين، وهلا وقت انه نحن نجهز التربه حتى تستقبل موسم الخريف، وهناك بعض النباتات اللي بتم زراعتها بهذا الموسم مش بموسم اخر. راح تكون معنا المهندسه ميس الكردي، متخصصه زراعيه، راح نتحدث عن تجهيز الارض او التربه بالحديقه المنزليه او اذا كان عندنا ارض كبيره، بس الاغلبيه نحن كلنا عندنا يا حديقه صغيره يا قوير ومشين حالنا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير اولا، ويعطيك الف عافيه. الموضوع يعني مهم جدا، دائما الزراعه بنحكي والتربه بتقربنا من الارض، نفس الوقت بتطلع الطاقه السلبيه، لان الشغل بالزراعه بشكل عام والزراعه جميل. بدنا نتحدث اليوم عن المزروعات، خلينا نحكي الخريفيه بشكل عام، من بصيلات او نباتات او غيرها. خبريني اكثر. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل المشاهدين عم يحضرونا اليوم. هلا نحن تقريبا خلص دخلنا بفصل الخريف، بلشت اوراق الاشجار تتساقط، تقريبا صار في عندنا تبدا عندنا حاله الركود كامله في الحديقه، ما راح نشوف نموات جديده. في كثير ناس بيعتقدوا انه ما راح يكون في عندي نباتات او ما راح يكون في عندي ازهار خلال فصل الخريف وخلال فصل الشتاء. هلا اول خطوه احنا لازم نعملها، او خلينا نحكي لانه هلا عم بتاخر موسم البرد علينا لقدام شوي، خلينا نحكي لمنتصف شهر 10، هو اضافه السماد او لحتى نفكك جزيئات التربه. هلا كيف النباتات بالربيع عم تدفع بشكل قوي، هلا حتى النباتات نبتتي بفصل الربيع تدفع بشكل قوي، انا لازم اكون محضرتها من فتره اللي هي من بدايه الخريف. لهيك احنا لازم بهذا الفصل، خلينا نحكي زي ما قلنا لنص 10، ببلش الجو يبرد أكثر، إضافة السماد العضوي. إضافة السماد العضوي شيء كتير مهم للنباتات. أول شيء ميزاته إنه بفكك جزيئات التربة، تربتنا الحمراء مليانة جدا في الخواص والمعادن، لكن هي مركبة، حتى إحنا نفككها يفضل إضافة السماد العضوي. ثاني شيء بعطي دفع لجذر النبتة، وهيك أنا بضمن إنه نبتتي ما يصيبها الصقيع، لو ضربنا صقيع جذور النباتات ما يصيبها الصقيع. الإشي الثاني أنا لازم أضيفه إضافة للسماد العضوي، وهو سماد بطيء الذوبان. سماد بطيء الذوبان هو عبارة عن عدة عناصر ومعادن مركبة، بتكون عبارة عن حبيبات بتدوب بشكل بطيء جدا. هيك أنا بضمن طول فصل الشتاء والخريف نبتتي عليها أسمدة ومعادن ومركبات. في ناس بيقلبوا التربة أو بهووا التربة بهذا الموز، شو هلا ممكن إني أنا أقلب التربة مع إضافة السماد لحتى أدخل السماد كله موجود فيها، يفضل إني أقلبها. هلا في ناس عم في موسم زراعة بعد شوي أو موسم هاي ممكن إنهم يحفروا الأرض بشكل أفضل، لكن إحنا بنحكي عن مساحات صغيرة. يعني أكترنا يعني مساحة كتير صغيرة أو زي ما حكيتي أو برندة عليها أو برندة عليها بعض القواوير. لهيك يفضل إن حتى إحنا نفكك هاي جزيئات التربة، يفضل إضافة السماد العضوي زي ما قلنا سماد بطيء الذوبان حتى نحسن من نمو النبتة خلال فصل الربيع. طيب نتحدث عن يعني الأشخاص اللي عندهم، خلينا نحكي جنينة بشكل أو بآخر، عندهم أشجار سواء كانت أشجار زينة أو مثمرة بشكل عام، كيف نعتني فيها خلال هاي الفترة عشان السنة الجاية كمان نهيئها؟ بيقول لك الشجرة بتقوى. مزبوط. رح نرجع لموضوع الأسمدة، إضافة الأسمدة ممكن ننكش حوالين النبتة حتى نهويها، وإضافة الأسمدة اللي احنا حكينا عنها. هلا غلط كتير كبير، في بعض الناس بيعتقدوا إنه هلا في لازم أنا خلص كت ورق الشجر أنا لازم أقصه. هلا القص لازم نبعد عنه كليا، احنا ما بنفكر نقص الا لبعد 15 تنين او حسب نوع النبته. هلا في نباتات بنتاخر فيها لبعد مش 15 تنين وبعد، لانه بهاي الفتره انا ممكن يجيني لقدام شوي صقيع. إذا أنا قصيت نبتتي أنا عرضتها أو كشفتها فعرضتها للهاي، فممكن هاي واحدة من إصابات الناس اللي بتصير عندهم إنه نبتتهم أصابها صقيع. لما ترجع للموضوع بتلاقيهم قصوها في وقت كتير بكير. أوكي. تحكينا بعض النباتات اللي هلا والله موسمها نزرعها. هلا احنا فصلين فايتين على فصل الخريف، ناس زي ما حكيت لك معتقدين انه حديقتنا راح تكون ما فيها اي نوع من انواع النباتات، يعني صحراء ما راح يكون عندي فيه، لكن هلا في عندنا بعض المواسم، او خلينا نحكي كل شهر راح يكون عندي موسم لنبته معينه. تمام. هلا اول نبته ممكن انه احنا نزرع الكريز اللي هي الورده الزهريه اللي معنا. الكريز نبته خارجيه مزهره خلال فصل الشتاء. خلال فصل الشتاء نبته معمره غير موسميه، من فصل لفصل بتضلها عندي. طبعا كل ما دخلنا، مجرد ما دخلنا احنا في البرد بنلاقي نبتة الكريز عملت بتلات الورد وبلشت تنور. خلال فصل الصيف رح تضلها نبتة خضراء غير متساقطة الأوراق. فهذا خيار اني انا اول اشي ممكن اني ازرعه عندي في الحديقة. تمام. نبتة الكريز. هلا في نوع تاني هو مش متوفر معنا اليوم، هي نبتة السايكلامين. كمان نبتة السايكلامين واحدة من انواع النباتات الخارجية اللي بتحب فصل الشتاء. مجرد كمان السايكلامين ما دخلنا في البرد اكتر
كل ما أزهرت. يعني أنا بزرع أول إشي كريز، جنبها بزرع السايكلمن لحتى يكون في عندي نفس المكان كله موجود عليه ورد طول السنة. هلأ بهذا الوقت بنبلش زراعة الأبصال، وكل الناس بيحبوا الأبصال وبيحبوا يزرعوا أبصال، لكن أحيانا بيقولوا لك الأبصال ما نجحت معنا. لحتى تنجح الأبصال في عدة عوامل أو عدة خطوات إحنا لازم نتبعها. أول شيء إحنا لما نشتري كيس البصل ننتبه عليه، أول إشي لازم يكون الكيس زي ما هو موجود معنا هنا مثقب. ثاني إشي نمسك حبة البصل اللي موجودة جوا الكيس، ما تكون الحبة طرية. هاي واحدة من عوامل إنه متشتري كيس البصل، إنه الحبة تكون آسية ما يكون فيها طراوة. إذا كانت طرية معناته بيكون بداية عفن. هل إذا أنا شريت كيس البصل من مصدر أنا مش موثوقة فيه أو مصدر أنا ما بعرفه، يفضل إني أحط البصل كيس البصل بالثلاجة لمدة 24 ساعة حتى يأخذ البرودة، لأنه هذا البصل بنزرع في الأرض في وقت الأرض بتكون فيه باردة. هل زمان كانوا يزرعوا بشهر بداية 9 لأنه كان البرد عندنا موجود، البرد تأخر فصرنا لنص 10 وبعد شهر 10 لحتى نزرع الأبصال. بتهيئي فعليا. فإحنا لحتى نهيئ الأبصال إذا كنا ما اشترينها من مصدر غير موثوق، مو عارفين أو مو متأكدين إذا هو محطوط في الثلاجات أو لا، مبرد أو لا، يفضل أني أحطه لمدة 24 ساعة عفوا، ومن ثم بطوله وبزرعه في الأرض. يفضل أني أزرعه بالبيت موس. هلأ إذا رح نحكي بشكل مختصر وسريع، إذا زرعناهم في أرض يفضل أني أزرعهم بمكان خلال فصل الصيف ما ينسى، لأنه البصل خلال فصل الصيف إذا أنا ضليت عم بعطيه مي رح يعفن. هلا في ناس بقول لك بزرعه في ارض بعمل في شكل معين، ومجرد ما خلصت تفتيحها بشيلها كلها في الارض وبحفظها في كيس. يفضل اني احفظه في كيس كمان مثقب بعيد عن المي. او الناس اللي بيخلوه طبعا بأواوير، بزرعوه في أواوير ومجرد ما ينتهي بيبعدوا الأوار عن كل مكان الحديقة. هلا أنا بفضل صراحة الأواوير لأنه البصل في الأوار بفقس. يعني أنا بكون زارعة تنتين باجي السنة جاي بلاقيهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فيفضل أن يكون مزروع بأوار لحتى يعبي الأوار بشكل أفضل. هلا صار الخيار الثاني للستات واللي أريح للستاتنا كمان، مش إنه البصل نجحت أو ما نجحت معنا، إنهم يشتروا الأبصال بتكون مزروعة وجاهزة. هيك هم بيكونوا ضمنين نجاحها. فهيك أنا بقدر أزرع بحديقتي عدة أنواع من النباتات خلال فصل الشتاء والخريف تكون عندي مزهرة. في عندي يعني في عندي ورود، في عندي نباتات مزهرة. إيش في ممكن ورود؟ خلينا نحكي الكريز، السايكلمن، هدول أكثر أنواع النباتات تحملا خلال فصل الشتاء. طب هلا هدول إمتى بيكبروا وإمتى بفتحوا هيك؟ هلا الأبصال المزروعة جاهزة بتفتح خلال فترة سريعة يعني. لكن هلا المزروعين هدول عندنا خلال أسبوع رح يكونوا مفتحين. أعطينا ورد. أعطيني ورد. لكن البصل إذا أنا زرعت بصل جاهز يعني رح يبلش يعطيني نموات أو رح يبلش يفتح، خلينا نحكي إن بعد 15 يوم لأول ثلاثة. رح تأخذ فترة. لهيك هم بيزرعوا بيجيبوا مثلا الناس المهتمة في موضوع الأبصال واللي بيحبوا الأبصال بلاقوا ليهم بتقول لك لا بجيبها جاهزة وبزرع. عبين ما تموت هاي بيكون طلع عندي بصل جديد. بهيك ضل عندي طول الفصل أبصال، بالذات الناس اللي بيحبوا الأبصال اللي لها ريحة زي النرجس زي الهايسنت. هاي الأبصال اللي معنا هايسنت. طبعا الهايسنت ألوانها كتير وكل لون ريحته بيفرق عن اللون الثاني. جميل جميل جدا. بدي أسأل عن بدك تسألي عن الأبصال. هلا مثلا إذا عملناهم بالبيت بالقواوير مثلا حطينا أكثر من نوع بضلهم يعني خصوصا بنحكي قوار هيك كم من واحدة بدنا نحط؟ هلا بدنا نراعي حجم البصلة. مثلا حجم بصلة النرجس أصغر من حجم بصلة الهايسنت. بدي أراعي أنا حجم الأبصال اللي بدي أحطها في الأوار. لكن إذا حكينا نحكي عن بصلة الهايسنت ممكن أحط 3 بصلات فقط في الأوار. لحتى ما يعني إذا حطيت 4 أو 5 ممكن واحدة تعيش حساب واحدة تانية ممكن تأخذ الغذاء منها. فأنا لازم أباعد ما بين النموات لأن زي ما قلت لك لما يضل في الأوار رح يفقس البصل يكتره. أما إذا حطينا النرجس، لا النرجس بصلة النرجس أصغر وفي أنواع أبصال تانية بتكون حجمها جدا صغير فممكن أحط أكثر من نوع في الأوار. يعني ننتقل أيضا نحكي أكثر عن الأشجار المثمرة وجلالة سيدنا ركز على الأمن الغذائي وكيف ممكن نستفيد وتحدث في هذا الموضوع حتى خلينا نحكي نستفيد من هذه الثمار عندنا في ونحقق الأمن الغذائي بشكل عام. إيش في شجر أزرعه عندي ممكن يعطيني ثمار أستفيد منها وخلال فترة خلينا نحكي يعني خلال فترة الشتاء أو حتى للصيف المقبل؟ شو في عندنا شو؟ يعني مثلا في عندنا الجرجير والرشاد. هلا خلينا نكون واضحين، هذا الشهر موسم البصل والتوب البصل الاخضر والفجل. يعني هلا ممكن ستاتنا يعني انه بلكون صغيره على اواوير يزرعوا لو اشياء بسيطه ممكن انهم يستثمروا منها ويستخدموها يعني في غذائهم اليومي. هلا ممكن اصبح عندي اشجار مقزمه، هلا ممكن ازرع شجره ليمون او شجره برتقال او شجره بغض النظر او حتى التفاح، اصبح عندي اشجار مقزمه وهي تستفيد منها
يعني. أو حتى عم بلاحظ أنا كثير من الناس عندها ببيوتها، خلينا نحكي ما بدنا نعمم، عندها مساحات فعلا وغير مستغلة. يعني أنا من الأشخاص اللي ما بشتري ليمون، خلاص شجرة الليمون موجودة على باب البيت، فهذا إشي جدا جميل، ما يعني مش ماخذة هالمساحة الكبيرة من المنزل، وحتى المكان اللي مزروعة فيه مش مكان كبير، ولكن الليمون دائما عم باخذ من الشجرة طول السنة. دائما الستات بيسألوا عن زراعة الليمون، لهيك أصبح موجود في الأسواق الليمون المقزم اللي هم بيقدروا يزرعوه في أوار، لأنه مش كل الناس عندها مساحات أرض ممكن إنها تستخدمها. لهيك بتقول لك أنا بزرع ليمون، بزرع أحواض من النعناع، أحواض من البقدونس، أحواض من الجرجير، هيك أنا بضلني عندي أشياء أنا ممكن إني أستفيد منها، وممكن ما أشتريها من السوق، ما أشتريها وما وتكون عضوية، يعني أنا عارفة أنا شو حاطة عليها من مركبات، يمكن ما أضيف أصلاً السماد، خلينا نحكي المركب اللي هو السماد الكيماوي، أعتمد فقط على الأسمدة العضوية. فهي بتاخذ شيء عضوي صحي. طب هلا بنقدر احنا نزرع ليمونه على برنده البيت بجوه؟ ممكن اذا كانت ليمونه مقزمه بتزبط. هلا كمان اكثر شيء بزبط اللومي والكمكوات عم تنجح بأواوير افضل من انها تنجح في الارض. صح. طب دور الزراعه المائيه قديش مهمه في هاي الفتره؟ بتقدر تحطيها في اي مكان؟ بالضبط. هلا الزراعه المائيه مهمه، لكن وأصبحت تنتج وبتنتج بشكل كتير كبير، يعني الكمية اللي عم تنتجها الزراعة المائية أكبر من الكمية، وبمكان صغير حتى، بمكان صغير، لكن بتعتمد على نوع الآلة اللي إحنا مستخدمينها. أوكي. فيها، لأنه لازم المي ما تضلها مي راكدة، لازم المي متحركة فيها، فيتامينات بالضبط. فهي إشي كتير سهل ممكن أحطه، ممكن أنا أعمل إشي بسيط يعني صغير، مضروري إشي كبير، وأزرع بكذا رف أكتر من نوع ممكن أستفيد منها، وبتنتج أجياء كتير منيحة منها الفلفل الحلو والخس، وهاي الأشياء أصبحت الآن من أساسات الزراعة المائية. من إنتاجها. جميل جدا. بدنا نصائح هيك لكل اللي عم بيتابعنا الآن وفي هذا الوقت، كيف يديروا بالهم على المحاصيل، أو خلينا نحكي بشكل عام المزروعات اللي موجودة الآن وتهيئتها، وبنفس الوقت يعني هيك تيبس سريعة ما يضروها بنفس الوقت. زي ما حكينا إضافة الأسمدة شيء كتير ضروري هلأ، لأنه حكينا هي بتعطي غذاء لجذر النبتة، بتفكك الجزيئات، وبتساعد النبتة أكتر أنها تمتص العناصر والمعادن الموجودة في تربتنا الحمراء. إضافة الأسمدة بطيئة الذوبان، هيك أنا بضمن نبتتي طول فصل الشتاء عليها سماد، بخلال فصل الربيع بتدفع نبتتي بشكل أفضل، وهذه أفضل طريقة لحتى أنا أحافظ على نبتتي وأشوف نبتات يعني مزهرة ونمو جديدة خلال فصل الربيع. يعني بدنا نشكرك مهندس ميسي على تواجدك معنا وهذه المعلومات الرائعة. شكرا لك. أهلا جزيلا.